على مدى أكثر من 20 عاما استخدم النظام القطري أذرعه الإعلامية كمنصات تستضيف زعماء الجماعات الإرهابية وفسحت لهم المجال وأفردت لهم الساعات لترويج أجندتهم في التحريض على القتل والدمار. ومن هذه الأذرع قناة الجزيرة القطرية التي استخدمها النظام القطري كموقع يخدم سياساته الهدامة الخفية والتي تكشفت خلال الأزمة الراهنة. كل هؤلاء يمثلون جماعات إرهابية لقيت من قناة الجزيرة القطرية منبرا لها للتحريض على القتل والتخريب. 21 عاما من بث خطاب الكراهية وفرد مساحات وساعات لأطراف تصدرت أسماءهم قوائم الإرهاب الدولية وليست قائمة قطر بكل تأكيد. إن إغلاق شبكة قنوات الجزيرة من المطالب الواضحة والعادلة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالنظر للممارسات العدائية التي شملتها الجزيرة برعايتها طوال الأعوام المنصرمة. النظام القطري شمل برعايته أيضا حفل الجزيرة بمناسبة ذكرى مرور 21 عاما جريا على عادة نظام الدوحة السنوية في الاحتفال بمنبر الإرهاب. حضر الأمير مقر الاحتفال تأكيدا على دعمه ومؤازرته المستمرة للقناة، وأكد في مقابلة سابقة أن الجزيرة لن تغلق. History were right one day in 50 or 60 70 years how it changed the whole idea of free speech in the region. So you're not going to shut down Al Jazeera. No, we're not going to shut down Al Jazeera. لم تعد فكرة انسلاخ النظام والدولة عن خصوصية القناة فكرة متفقا عليها، ولا يختلف اثنان على أنها ذراع النظام القطري، كما لا يختلفان على ما خلفته الجزيرة القطرية من ضرر على المجتمعات العربية عموما. غير صحية واطية في الإعلام، الإعلام سواء كان المرئي أو المسموع، لكن مع كل هذا نحن أكثر الناس تعرضنا لهذا الموضوع من أخواننا في قطر. ولهذا كان لابد من موقف الدول الأربع الحازم تجاه سياسات الدوحة الهدامة عموما وتجاه الأذرع الإعلامية ووضعها في بند خاص لصد كل أشكال الضرر. هذا الدبل ستاندرد. بعدين الثناء على إيران. إيران كم محاولة تفجير سوت عندكم هني في البحرين؟ احنا صدنا خلايا لهم بالكويت، صادوا لهم محرضين ومتعاونين في المنطقة الشرقية، كانوا يريدون تفجير الحرم، كانوا يحتضنون تنظيم القاعدة، هذا موجود موثق ما أظلمهم، حتى لو طلبوا مني أو موجود، هذا كله في وسائل الإعلام. تنظيم القاعدة كان متواجد في إيران، تمام. إيران اللي يمدحونها سوت بالعراق، ما العراق صاد صدام حسين في 2003، شنو وضع العراق الحين؟ وزمام الأمور كان من 2008 بيد الإيرانيين، استلموها من الأمريكان وسلموا. ايش سووا بالعراق؟ بالتالي يعني هذا الإعلام اللي يحاول يعطي صورة مغايرة هو إعلام كاذب. الجزيرة إعلام كاذب ويدعي الحقيقة.